طيب دوري السوبر يا آسر امتى هيتلعب وهل هيتلعب ومين اللي هيشارك ومين اللي مش هيشارك والدنيا ماشية ازاي؟ بعتقد يا كابتن اسلام انه مكاسب رجوع الاهلي لفورمته المعهوده وكمان تولي كولر القياده الفنيه، اعتقد كان في تفاهم كبير جدا بين ان بتدي المدير الفني اللي انت شايف انه شغل ممتاز جدا في الامور الفنيه والانضباط داخل الملعب وتحقيق كل البطولات المحليه حتى الان، في مساحه من الحريه اعطت يعني ادوها للمدير الفني انه يكون ادرى بمستقبل الفريق، وكان في تفاهم كبير جدا مجلس اداره النادي الاهلي في اعتذار الفريق عن بطوله او اكتر انه خايف على مستقبل الفريق او الاصابات، وكان في تفاهم كبير جدا مجلس الاداره اللي دايما تبقى نظرته لا يعني ممكن يتكلم بشكل في حده شويه للمدير الفني دي لا ده النادي الاهلي ده الليبل ده الماركت ده التسويق بتاعه محتاجه، لكن كان في تفاهم كبير جدا وتم يعني الموافقه على اللي شفنا السنين اللي فاتت بالظبط، تم الموافقه على طلب المدير الفني بشكل ممتاز جدا في صله او الجسر اللي بين مجلس الاداره والمدير الفني، وده طبعا لو بنتكلم على اضلاع الكره مهم جدا يكون مجلس الاداره القياده الفنيه الجماهير اللعيبه دايما الاضلاع لازم تكون مكتمله، وده الحمد لله موجود في النادي الاهلي ونتمنى يبقى موجود على طول، فبالتالي دي البطوله اللي يعني ممكن ما كانتش في الحسبان شويه او ده اللي الاهلي بصدد انه يشارك فيها بطوله السوبر الافريقي. الكلام طبعا على انا عايز اطلع بره افريقيا شويه كابتن اسلام، انه من مصادر او من الاعلام الانجليزي او الصحافه الانجليزيه انه فكره ان السوبر الافريقي يتلعب هو تجربه في قاره افريقيا لناس او للوبي قوي جدا في فكره السبونسرز او الرعاه، بان لسه ما زالت فكره الدوري سوبر ليج مطروحه على الارض من فرق في اوروبا، فبالتالي انك تشوفها في قاره افريقيا هتبقى بمثابه جس نبض او تجربه، فبالتالي اختبار اختبار، واحنا لينا حتى كابتن اسلام حتى يعني بشكل المعلومات اللي وارده اختبار انا هاخد 11 مليون يوم مش عارف 5 ولا 6 وبعدين 11 6 مليون دولار البطل 6 مليون دولار ولا 7 كابتن اسلام يعني مع احترام الجميع الفرق لما تيجي تقول انا هعمل سوبر افريقي في قاره افريقيا يعني طب ما الاهلي مش موجود مين اللي هيشارك؟ طبعا انت بتحط اسمه بعدين بترص باقي الانديه مع احترامنا عن الجميع الانديه، طبعا ده ماشي بالتوازي طبعا مع الفوز اللي كان بيتكلم عنه احمد من شويه، فوز ترجي بعتقد كابتن اسلام مكاسب عده كبيره جدا، انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، يمكن كان في فوز وحيد للترجي بالنتيجه دي وشفنا يعني تعظيم وتهليل من فرق ما كانتش بتلعب المباراه بالنتيجه واضرب بدري وغيره، النادي الاهلي بمباراه رادس اولا بيحقق اكبر نتيجه على في صراع الانديه في صراع الاهلي مع الانديه التونسيه، اكبر نتيجه خارج الارض ودي رابع مره خلال بس ال 10 سنين اللي فاتوا النادي الاهلي يكسب الترجي 3-0، رابع مره يكسبه 3-0، فبالتالي ده العادي يعني. طبعا مكاسب عده، فورمه بيرسي تاول ممتازه، يعني انت بتاخد لعيب دايما يا كابتن لما نقول تعريف اللعيب المحترف لازم يشيلك في الادوار دي، لازم يكون لعيب حاسم، بالتالي انت النهارده بيرسي تاو لما يعمل 11 اسيست ويسجل 7 اهداف في افريقيا بس وتكون التوهج بتاعه في اكتر دور مهم ادوار الاقصائيه ربع النهائي او نصف النهائي، تشوف الفورمه العاليه دي بعتقد ان رهان بيرسي تاو اللي كان بيشكك في كلام كتير جدا في الصحافه المصريه وكمان حتى بعض من جماهير الاهلي انه يعني خساره الاصابه اللي حرمتنا من اللاعب ده، لكن واضح ان الكواليتي النادي الاهلي كان عينه بيثبت ان كانت عينه صح، مشاكل بقى البدنيه او اصابه اللعيب دي اللي ممكن نراجع بعض فيها، لكن في الحقيقه اللاعب حرمنا من لعيب مؤثر جدا 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 النادي الاهلي. طيب ثابت برضو هل عندك معلومه متى ستقام هذه البطوله؟ البطوله في نص شهر اكتوبر اللي جاي القادم نص شهر اكتوبر اللي جاي خلاص، والجائزه طبعا 6 مليون دولار واعلنوا كمان الفرق، يعني التصميم لو نعرض حتى الصور للفرق مصنفينهم تصنيف اول وتصنيف ثاني، احنا على موعد مع نص نهائي في السوبر الافريقي نفس اللي موجود ده. اسف احمد كبيرة. اعتقد كمان هنشارك الاهلي من دور المجموعات على طول في دوري الابطال عشان بنلعب السوبر. ده في السنه الجايه البطوله الجايه اللي هي دوري ابطال افريقيا الجاي انت هيتم اعفائك منه، الانديه الموجوده دي قدامنا على الشاشه هيتم اعفائها من دور اللي هو ال 32 هيشاركوا من دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. مظبوط صح. عشان هيلعبوا السوبر. عشان هيلعبوا السوبر. اللي هم مين بقى؟ اللي هو الاهلي والوداد والترجي وصن داونز اللي هو ايه نص النهائي الحالي. اللي هو يعتبر التصنيف الاول، دول هيلعبوا يعني السوبر الافريقي ده هيبقى من دور الثمانيه على طول، كانه دور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا. مظبوط. هيتم تصنيفهم الاهلي مثلا، الاهلي متوقع يا هيلاعب يا سيمبا يا بترو اتليكو. التصنيف الثاني على في التصنيف الثاني على حسب بقى التصنيف القرعه هتبقى يعني التصنيف الثاني مازيمبي وانيمبا وسيمبا وبترو اتليكو الانجولي ده التصنيف الثاني، فالاهلي متوقع ان هو يلعب سيمبا او بترو اتليكو القرعه في نص شهر 7 هتبقى في تنزانيا في نص شهر 7، فطبعا بطوله مهمه جدا واحنا دي هتبقى اول بطوله السوبر الافريقي يعني نطمح والنهائي بتاع يعني
كيفية الوصول للمباراة النهائية هيبقى ازاي؟ هتبقى بقى دور 8، دي دور الثمانية، بعد كده دور نص النهائي على حسب القرعة، وبعد كده النهائي. يعني انت مش هتقابل حد من من ده غير في نص النهائي، في نص النهائي غير في نص يعني النهائي كده، او في النهائي. في النهائي كمان. عشان كده احنا على موعد ان الاربعة الكبار اللي هو الاهلي والوداد والترجي وصن داونز يكونوا في نص نهائي تاني، نفس نص النهائي الموجود هيبقى نص النهائي غالبا يعني. غالبا لان هم دول الاربعه. وهي دي الأقوى. وهي دي البطوله اللي هيبقى الجواز بتاعتها 6 مليون دولار. 6 مليون دولار هو الشركه الايطاليه هي اللي خدت البطوله، بترعى البطوله، وطبعا جوازها 6 مليون دولار، ودي اول بطوله بتقام. ف حلو، 6 مليون دولار حلوين. عايز اقول لك موتسيبي الرئيس الاتحاد الافريقي ده كان حلمه من هو رئيس سان داونز، طرح الفكره هو رئيس سان داونز، وكان الناس بتقول لا لا مش هيتم تنفيذها، لكن دلوقتي طبعا كونه وصل لمقعد الرئيس احنا خلاص يعني بصدد ان احنا نشوفها واقع. لا خلاص يعني ابتدت الامور تتغير، واتمنى بس ان هو يغير من قصه الفار اللي يجب ان يكون متواجد في دوري ابطال افريقيا من دور ال 32، وجهه نظري في كل المباريات وفي دور الثمانيه يعني، او في دور المجموعات انا اسف، يعني دور المجموعات لما تلاقي مباراه بلاش الاهلي سان داونز والهلال، هذه المباراه اللي كانت يعني فيها كلام كتير جدا جدا فيما يخص حكم المباراه، الفار كان لازم يبقى موجود في مثل هذه المباراة مثلا، يعني انا بقول على الحاجات اللي تخص النادي الأهلي.